انضم الينا من موسكو الامين العام للحركه الدبلوماسيه الشعبيه السوريه دكتور محمود الافندي. اهلا بك دكتور محمود. ماذا تتوقعون من جوله المحادثات هذه مع العلم باقرار المبعوث الاممي الى سوريا بالفجوه الكبيره في الثقه المطروفه بين مختلف الاطراف؟ طبعا اول شيء مساء الخير لك وللاخوه المشاهدين ولقناتكم القريبه. طبعا هذه الجوله هي انتهاء بالفشل الذريع، لان لها عدة أسباب. السبب الرئيسي هو يكمن في الحكومة السورية أو وفد الحكومة السورية. فالحكومة السورية لا ترى أن تقدم أي تنازلات في عملية اللجنة الدستورية لأسباب واضحة. الأسباب الواضحة هي أسباب ما تسمى المناخ الدولي حول الحكومة السورية. فعندما بدأت المحادثات في اللجنة الدستورية الجولة الأولى والثانية والثالثة كان هناك تقدم ولكن غير ملحوظ. ولكن ما حصل في صيف هذا العام عندما بدأت العقوبات تنهال على الحكومة السورية وقانون قيصر، وبعد ذلك بدأت رفض الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الغربيين الحضور لمؤتمر إعادة اللاجئين اللي كان في دمشق مؤخرا، وكذلك بدأت هولندا بمحاكمة دولية إلى الحكومة السورية وكذلك ألمانيا. فهو لا يريد أن يتقدم لأن يتغير هذا المناخ الدولي، فهو غير مستعد. هذا السبب الرئيسي. والسبب الثاني وهو أيضا هو جوهري، السبب هو أن هناك فهم خاطئ لعملية اللجنة الدستورية من وفد المعارضة. فهم يريدون تطبيق القرار الأممي كله، ولكن الوفد الحكومي أو المدعوم للحكومة السورية ليس له أي صلاحية في ما يسمى القيام بعمليات مثل المعتقلين ما قال بيدرسون والتصريحات الأخرى. فهي من مهمة محور أستانا وليس مهمة طيب. الحكومي. دكتور محمود، هل تعتقد بأنه مع تغير المعطيات، لا سيما المعطيات الميدانية وحتى المعطيات الدولية، ستكون هذه الجولة في جنيف مختلفة عن سابقاتها وسيكون هناك حلحلة للأزمة السورية بشكل عام؟ في هذه الجولة والجولة القادمة لن يكون أي تغيرات إلا إذا بدأ المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الغربيين بإيقاف العقوبات وحلحلة موضوع العقوبات بالنسبة للحكومة السورية. فللأسف الشديد نرى أن هناك أعضاء من وفد المعارضة بالمجتمع المدني يطالبون بزيادة العقوبات، والنظام يرى ذلك. وكذلك الحكومة السورية ترى أن يبدأ الوفد المعارضة بالأسس ما يسمى المبادئ الوطنية هي أن يندد بكل القوات الأجنبية التي هي خارج الشرعية السورية وخصوصا القوات التركية. ويتعلم الحكومة السورية تعلم سيطرة تركيا الكامل على وفد اللجنة الدستورية من طرف المعارضة طبعا، وهي رسالة واضحة أيضا أنه غياب فئة كاملة التي تسيطر على 20% وهي قوات سوريا الديمقراطية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. فلا ليس هناك أي أمل بالتقدم الحالي ولا تقدم مشروع إلا إذا بدأ المجتمع الدولي بنوع ما بعقد الصفقات مع الدولة السورية بحلحلة بعض الأمور لتهيئة المناخ لقيام ما يطور عملية أو طيب. يقدم المجتمع الدولي الذي يعني ترون بأنه يقع على عاتقه أن يبادر بإيجاد صفقة ما، هل تعتقد بأنه أصبح ناضجا من أجل هذه الصفقة، أصبح مستعدا لها مع كل التغيرات التي حصلت ولا سيما وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض؟ طبعا وصول جو بايدن للبيت الابيض سنرى ماذا يحصل بعد 20 كانون. هو يعني وصوله للبيت الابيض سيبدا بعد 20 كانون الثاني مطلع العام القادم، فنرى ماذا يحصل. ولكن هناك امل خفيف بما انه هناك تقدم في الملف الايراني، نرى جو بايدن نوعا ما والايران هي حليفه للحكومه السوريه، وهناك يمكن ان يخفف نوعا ما المبادئ لان بحكومه اوباما كانت اخف من العقوبات كانت دائما هي من نوع مميز للرئيس الامريكي ترامب لانه رجل اعمال ويرى العقوبات الاقتصاديه لها سلاح قوي، وطبعا هي سلاح قوي طبعا الحكومه السوريه. فاعتقد انه لسه الوضع نشوف مثل ما بيقولوا السياسه القادمه وسياسه الدبلوماسيه الامريكيه القادمه نحو الحكومه السوريه، اذا ستكون هون نوع من مثل ما بيقولوا تخفيف نوعا ما من العقوبات على الشعب السوري وعلى الحكومه السوريه، يمكن الحكومه السوريه ان تقدم بعد التنازلات وتبدا بجدول الاعمال في اللجنه الدستوريه لايجاد تعديلات دستوريه او دستور جديد. ولكن غير ذلك لن تقدم حكومه ولا اتوقع الحكومه السوريه ان تقدم اي شيء. شكرا جزيلا لك الامين العام للحركه الدبلوماسيه الشعبيه السوريه الدكتور محمود الافندي، كنت معنا مباشره من موسكو. شكرا لك.